للنادي الاهلي. وعلى فكره دي مش اول مره، سبق قبل كده ان اداره الاعلام برضو في النادي الاهلي عملت شراكه مع اكتر من نادي اوروبي. يمكن شفنا قبل كده لو حضراتكم تفتكروا نادي بايرن ميونخ برضو قبل مونديال الانديه اللي كان في قطر، وده دور رئيسي ليها لان التطور المستمر بتشتغل عليه جميع ادارات النادي الاهلي، ومنها اداره الاعلام، صناعه المحتوى الخبري، الفيديوهات، بجانب كمان الدور الخدمي اللي بتوفره لكل الصحف والمواقع والقنوات الفضائيه نتيجه وجود يعني في كل اداره قائد. بمناسبه القائد بيبقى في اداره الاعلام الاستاذ جمال جبر وفريق عمل مميز تحتيه بيضم مجموعه مميزه من الصحفيين ومصورين ومتخصصي السوشيال ميديا والمونترين. صراحه خليه نحل كما تعمل ادارات النادي الاهلي، تعمل لمصلحه النادي الاهلي ولمصلحه مصر ليل ونهار علشان تخلي النادي الاهلي في ابهى صوره. هو ده النادي الاهلي. خلينا نخش مع حضراتكم بقى على طول على تشكيل النادي الاهلي النهارده. تشكيل النادي الاهلي النهارده هنشوف مستر كولر محضر لنا ايه، كل ماتش مستر كولر بيفاجئنا. النهارده بيلعب بمحمد الشناوي لحراسه المرمى، والظاهرين محمد هاني علي معلول، وقلبي الدفاع ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم. ثلاثه اللي هم خط الوسط الدفاعي اللي قدامهم هيبقى مروان عطيه، احمد نبيل كوكا، وامام عاشور. مروان عطيه، احمد نبيل كوكا، وامام عاشور. وثلاثي الهجوم او الثلاثي الامامي هيبقى حسين الشحات، بيرسي تاو، ومحمود عبد المنعم كهربا. مره ثانيه محمد الشناوي حراسه المرمى، هاني وعلي معلول ظاهرين ايمن وايسر، قلبي الدفاع ياسر ابراهيم محمد عبد المنعم، وثلاثي خط الوسط هنلاقي النهارده مروان عطيه، احمد نبيل كوكا، وامام عاشور، وثلاثي المقدمه حسين الشحات، بيرسي تاو، ومحمود عبد المنعم كهربا. ان شاء الله التميز يكون للنادي الاهلي النهارده. على فكره بمناسبه بقى الارقام والماتشات اللي كانت بين النادي الاهلي ونادي اتحاد جده، غالبيه المواقع او معظم المواقع لما اتكلمت على المباريات الرسميه قالت ثلاث مباريات بس اتلعبت بين النادي الاهلي ونادي اتحاد جده. لا، كل المواقع غلط، كل الصحف للاسف غلط. النهارده المباراه الرسميه الرابعه بين النادي الاهلي ونادي اتحاد جده، بدات سنه 92 تصفيات البطوله العربيه وانتهت بالتعادل 2-2 هنا، وكان ليا الشرف ان انا كنت بلعب في النادي الاهلي، وكان ليا الشرف انا والكابتن هادي خشبه ان احنا اللي احرزنا هدفي النادي الاهلي في المباراه دي. واخرهم زي ما حضراتكم عارفين كان في كاس العالم للانديه في اليابان 2005 اللي تفوق فيها اتحاد جده بهدف مهاجمه محمد نور. بعدين في ناس بقى بتتكلم على النتائج اللي فاتت واللي كعبه عالي واللي كعبه واطي، لا هنرد على العالي ولا على الواطي، ان شاء الله النادي الاهلي هيقدم لنا النهارده ان شاء الله كل ما نتمناه اكتر باذن الله. ده اللي اتعودنا عليه من لعيبه النادي الاهلي. النادي الاهلي ما بيهموش اللي فات، حتى لما بيكون كسبان، احنا بنبقى كسبانين البطوله او كسبانين الماتش ونقول خلاص نطلع من اوضه اللبس، خلاص نسينا المكسب. انا ليا ارض الواقع، بقول لحضراتكم ناس كتير قلقانه وتقابلني والاهلي هيعمل ايه طب الفتره اللي فاتت، لا ان شاء الله النادي الاهلي النهارده بلعبته وجهازه الفني هيكونوا عند حسن الظن. النتائج اللي فاتت مش مقياس ان انا ابني عليها، لا، عشان اقول لك ايه النتائج اللي فاتت مش في صالحي، لا في صالح مش عارف مين، لا، النادي الاهلي ارض الواقع هي اللي بتحكم. ان شاء الله النادي الاهلي النهارده يظهر لنا بالصوره المعروفه عن النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي. خلينا بقى نتكلم شويه وندخل في الامور الفنيه للنادي الاهلي. النادي الاهلي من ساعه ما وصل المملكه العربيه السعوديه في حاله تركيز كبيره جدا 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 عند الكل. انا في حته التركيز دي اتمنى انها ما تعديش حدودها.